بسم الله الدين وعن النبي صلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحبكم برشا 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 برشا، نموت عليكم نموت عليكم. اليوم نتكلم فيكم من نيس في خارجة مع شكون؟ ربوبة. ها تانك يو. شفتي محلام سبارت هذه كيفاش في القال هنا؟ تلقى البلاصة. إي. هنا؟ كي تبدأ كرهبة صغيرة. أنا وزهري ماما. إي نعم، كيما نحكي لك ضربة باب صغيرة. تبدأ كرهبة صغيرة. عندك سمارت أنت؟ ما شاء الله ما قلقتكش في السياق كرهبة هاجر. ما حبستلكش. سهل علينا المأمورة يا هي تنجم تخرج زعما افات مخرة برشا تويلي خالية البزارة على عندها البزارة تنجم تخرج جريك بس شنو هو الشارع اسمه هذي؟ نوتغدام بس في الإنجليزية هذيك اسمها نوتغدام. هذي مقابلتنا. اوكي هذا باهي ماشي سهلت علينا. ثانك يو. ماشي للمطعم باش نتبعوها. ها؟ باركينغ. باش دخلت في الباركينغ. اوكي. ده. كيف كيف عادي الخلع فيه السوق. اي اي. يصير هاي. نشوفوا سعيدة باش تختار لنا الفطور اليوم. ربي بتدفع. جوجو. يخرج معاها وهاد هدى قولي لي اختاريت يا كونيك خاطر عفوا نحبوا انا ياكلوا البنات يعني هاي ربي بتخلص وسعدودة سعدودة تختار. نستناوها توجي. تسمعوني على الحس هكا حسيدو بس يستناو شوي باش يصوت قوي حسيدو. احنا توا ماشيين لمحطة صلاة. احنا توا عزمتنا ربيب باش تهزنا المطعم ما نعرفش اسمه ولا شنو باش ناكلو باش نمشيو مع بعضنا أو كافية باش يجيكم فيديو خفيف على الاخر ان شاء الله يعجبكم بركة ويعجبكم الفيديو ديما ما تنساونيش من التشجيعات مادامنا في فرنسا لهنا وحدة سعدودة يعني ما يكونوش راهم متشابهين الفيديوهات سعيدة تصور حاجة وين نصور حاجة فباش تلقاو جديدة عندها وباش تلقاو جديدة عندي مختلفين فهي يلا نمشيو مال المطعم مع ربيب وبعد نشوفو هاي توا ماشيين باش تخلص علينا اخترنا المطعم واحنا باش نقعدوا ناكلوا احنا وظيفتنا نقعدوا ناكلوا نسعدوا. نعم انا من هذا تعودوا انتوا لنا
يا الله يا ربي صنا زيزتونا ربيبة يعطيه الصحة بيو شرفتك يا ربيب بيو هذي اوكي هاي بسم الله يدخلنا يا سلام زي القهوة أول ما وصلنا للدار عملت لي سعيدة قهوة بالماشين متاعها يعطيها الصحة في كيس سيدي بوسعيد أو من العتيق نشرب في كيس يشرب ديما مربوطة يخليني مربوطة بتونس الخضراء مال عليه كهو نذوقوها عملتها لي اشطار بسم الله عملت لي كاس نص كراميل والنص الثاني نص خاطر حلو برشا الكراميل جاني حلو برشا فحطت لي من القهوه نوعيه اخرى نص كراميل ونص الاخر قهوه عاديه فتخلط ولت معش حلوه الجمله اكيد كي تكون باهيه هيا حسيلو هنا نقول لكم هيا خلوني نشرب قهوتي انا نكملها في عقلي ونقول لكم ان شاء الله نشوفوكم في فيديوهات اخرى شوفوا تونس شوفوا محلاها كل اسم نشوفوكم ان شاء الله في فيديو قريب مشتركه مع سعدوده دائما يلا دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.